قطع علبة فيها 750,000. صح. قطع علبة فيها 750,000. هي راكي تشوف فيها عيشة زعما. قولي له. هي تشوف فيها زعما شغل. قطع علبة فيها 750,000. وبقات علبة فيها 200 مليون. البنك يعرض عليك 120 مليون. وعلاه؟ وعلاه؟ خاطش كان تايق بلي تي تقولي له لا لا. كان قادر يعرض عليك 199 مليون وتقولي لا لا. صح؟ خاطش قلتيها مرتين من قبل. بصح 120 مليون مقارنة ب 750 ألف جوبونس سي سوبر اكزاجيري. مش ما نقولوش باللي ضيعنا 4 ولا 5 دقائق بوريا تاع التفكير، خاطش كانت واضحة وضوح الشمس ومبروك عليك. مبروك عليك مبلغ 200 مليون سنتيم تكتسب مع صاحب الاس ام اس.